فاجأنا جناب الشيخ بأنه نطرح في الموضوع طبي، قلنا فد شيء فائدة يعني للعموم. أنا دكتور عزيز عباس أخصائي جراحة عامة، وأنا من مواليد محافظة المثنى بالعراق. اي حبيت بعض الامور ان نتطرق لها، وهاي بيها فائده يعني عامه لا باس. زين، فموضوع قرحه والريفلكس شويه شائعه جدا هاي، وبيها نوع من الخطوره، وممكن هم تجنبها لانه كثره يعني نوعيه الاكل والهاي يعني تدخل كثير من الامور. القرحه طبعا بالامنه الاخيره بالسنين الاخيره يعني كانوا يصورون بانه بس زياده الحموضه، بعدين لقوا بانه في الجلثومه يسمونها اتش بايلوري، فلقوا اكتشفوا بانه هاي الجلثومه هي مسببه رئيسيه تقريبا للقرحه، وهي المسببه هم تقريبا لحاله الريفلكس هم اللي يصير، لانه زياده الحموضه تسبب ريفلكس. بس نجي على مسألة هي فسيولوجية تقريبا متداخلة مع بعضها مع بعض. زيادة الحموضة هسه خلينا نجي عليها، اللي هي السبب الرئيسي الأكثر ما يكون نقدر نعطي مجال بأنه نتكلم به. سبب زيادة الحموضة ليش تصير؟ أول شيء الحموضة تصير من أسباب عصبية وهرمونية، هي أسباب الحموضة التدخين مثلا يزيد الحموضة، استعمال الكحول، شرب الكحول، المشروبات الكحولية هاي يزيد الحموضة. العصبية، الإنسان العصبي دائما عايش بستريس وموظف ويجون عليه مراجعين ودائما يحرقون أعصابه وكذا، وهاي وهو يعيش حياة عائلية مثلا هاي يزيد الحموضة. استعمال أدوية بصورة مزمنة وكثيرة، مثل أدوية مسكنة مثل البروفين، ديكلوفناك، تاندريل، مسكنات، سيلكسيب، إذن الأدوية مال وجع مال الظهر مال المفاصل لمدة طويلة بها خطورة، بها ضرر على الكلية، بها أضرار هي الأدوية، بس يعني لها ضرر على المعدة مباشر على جدار المعدة، يرفع الحماية مال المعدة. هسه واحد يتعجب يقول مثلا الحموضة مال المعدة يمكن هذا الطرشي هذا تشوفه أزيد من الطرشي، هاي لو الحموضة مال المعدة اللي يصير هذا النتيجة، حتى شنو يساعد من الله سبحانه وتعالى لهضم البروتين، هضم المواد الغذائية. زين شلون هاي المعدة هي لحم، شلون ما تهضم نفسها؟ هاي اكو فد أغلفة مخاطية وأغلفة حمايات إلها وبايكربونات، ويعني فد تغليف إلهي للمعدة حتى هي هم لا تنهضم. فهذا الجدار اللي الحماية، هذا الدرع مالتها اللي هي هذا، يجي الحبوب المسكنة تجي يعني تقريبا تفتح الأبواب إلها، تسوي شون زلغات إلها يعني توخر الطبقة الحامية، فبسهولة يجي الحموضة تجي تأثر عليها وتحرك المعدة والاثنى عشر. فاستعمال كثير للأدوية المسكنة مو زين، أكو يوم يستعمل أدوية المسكنة مدة طويلة يعني، وهذا بيف الضرر. تعذرونا شوي أنا ما أقدر أطول لأنه قالوا لي مدة عشر دقائق ربع ساعة ما أكثر. زين شوي نعم. بعد السمنة هم مؤثرة هم الزيد، خاصة للرفلكس. حساسية الأكل يعني أكل بي عندك حساسية، فلفل عندك حساسية كذا، هذا يزيد لأنه يفرز مادة الهستامين، الهستامين تفرز مادة الحموضة والحموضة يزيد هذا. زين بعض الأمراض الهرمونية يصير بالبنكرياس مثل زوجرينيسون سيندروم وغيرها، يزيد الهرمون والهرمون يزيد الحموضة والحموضة تسوي قرحة وتسوي هذا. بعضها وراثية تقريبا اكو ضعف عنده بالمعدة، هذه اكثر مثلا شي يقول لك ابوي وجدي وكل احنا شوية كل احنا عندنا معدتنا. زين الاكل الكثير، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع، هاي المعصومين يقولها، من تاكل
خلي اخر لقمتين انت بعدك ما شبعان وتقوم، ومو انت ما جوعان ولا ها صار وقت الاكل، والله جماعه قاعده سووا غداء انت ما معدتك بها اكل واللي فوقها اكل. هذا يعني تقريبا مبدا خلوه بحياتكم دائما، هوايه محافظه على الوزن ومحافظه على الجهاز الهضمي وعلى الصحه وعلى القلب وعلى كله. يعني تقريبا يمكن اقول لك نص الصحه بهذا الشعار. نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع. زين عيني؟ الاكل الكثير مو زين. فهسه ها بعد بالنسبه للحموضه، هذا زياده الحموضه والقرحه هسه قلنا بعض المسببات مالتها. عندنا الريفلكس. شنو الريفلكس؟ هو عباره عن الحموضة مات المعدة تصعد لوين؟ للمريض. المريض يجي يقول أنا عندي دكتور من هالدار يطلع حموضة حتى البلعومي، وكبيهم الحموضة هي تصير عنده يمتى؟ مو بشكل بس مثل الدريوعة، يصير عنده بالليل. بالليل من ينام تصعد الحموضة عنده وتأثر حتى على التنفس مالته، فالحنجرة مرات تتأثر. مرات كبيهم يروح للطبيب الحنجرة قال له انت هاي حموضه من معدتك تصعد على الحنجره مالتك. هذا يصير بالليل او يصير حتى بالنهار، هم يصير تصعد الحموضه وتحرق المريء. المريء ما مهيئ مثل المعده محمي، فشي يصير بي؟ يصير يعني حرق، الى حرق بالماده الحامضه مال المريء. وهاي الحرق اللي يصير هذا يظل يحترق المريء، يحترق كل مده ومده كل مده ومده كل مده ومده. ايش راح يصير؟ راح يتبدل النساء الانسجه الطلاعيه اللي المخاطيه مالت المريء تتبدل من حاله المريئيه، تصير الحاله مثل حاله المعده. ف مثل ما يقولون مثل فت حديده ودق عليها بالشاكوش كل يوم كل يوم كل يوم، هذا فاليوم تجي تنكسر بعد. شنو خطورتها هاي؟ خطورتها اول شيء احيانا تسوي ضيق بالمريء، بعدين يقوم مني بالعريقه شويه يصير عنده صعوبه بالهذه. ثانيا مرات تسوي نزف. ثالثا يسوي فتحاله نسميها بارد السوفاجس. يعني شنو؟ يعني مريء بارد. بارد ياهو العالم اللي سموه باسمه المريء، سموه باسم احد العلماء اللي مشهورين. فبارد اسفقس هذا شنو خطورته؟ هذا نتيجه للرفلاكس، خطورته سرطان. يسوي حاله سرطان، يعني نسبه هذول تقريبا بعد فد كم سنه، 3 سنوات 4 سنوات بس يشوفون عند هذا المريض بارد اسفقس يخلون بنظرهم يقولوا له بعد تراجعنا بصوره مكرره نسوي لك اندوسكوبي دائما حتى نشري لا يكون بيك سرطان. وإذا شافوا السرطان يكون لازم عملية واسعة جدا، يصير بيها فتح للصدر وفتح للبطن، يشلعون المعدة وقسم من المريء ويربطون انتهاء المعدة ويربطون القولون يربطونه بالبلعوم فوق. زين. فالعلاج بالنسبة للأسباب قلناها، العلاج هو أولاً انه الانسان قلنا يكون ما يكثر بالاكل، يكافح السمنه، ما يتناول الكحول، ما يتناول السجاير، التدخين، يبتعد عن الموارد العصبيه. اكل عندك ما عنده حساسيه، مثلا عندك حساسيه من فلفل من فد اكله شيء، هاي انت لا تجبر نفسك انت مثلا والله اكله طيبه والله مثلا هاي فلافل بيها هذا حاره هاي مثلا لا خل شوي اكل حتى لا تجبر نفسك. البدن مالك ما يريد هذا الاكل، انت لا تاكله، داري نفسك حتى لا تتأذى. زين. بعد استعمال أدوية مالها، مثلا انت عندك أدوية مسكنة وانت عندك قرحة كن دير بالك مثلا لا تستعمل، خاصة اذا التاندريل والسيليكسيم والأدوية المسكنة هذني مو زينات لانه يؤثر على المعدة. الا اذا مثلا اذا عندك وجع الافضل لحد الان يقول لك بنادول. هسه بنادولك بعض الناس يصورها بس البنادول لوجع الراس، البنادول مو بس الوجع الراس،
الفلادون حتى مسكن عام حتى يأثر على المفاصل على الظهر ولا السخونة أنتباريتك أنرجيزك هو يعني هم ضد السخونة وضد الآلام. بنادول باراسيتول، الباراسيتول إذا نستعمله أولا إذا شفت ماكو فائدة تستعمل إذا الأدوية المسكنة. الأدوية المسكنة مثل ما قلت لكم ترى متأثر على الكلية خاصة إذا مدة طويلة. عفوا دكتور سمحت بالنسبة لل H بولوري شنو سببها لو سمحت، وهل سببها أو هل ممكن أيضا علاجها؟ عفوا السؤال حتى أكمله، هل ممكن علاجها بدون دواء وإذا راحت بالدواء هم ترجع؟ اي نعم ترجع بكثرة الرجوع مالتها، والسبب مالتها الطعام الملوث وهذا كثير. وطبعا من احد الاشياء اللي شائعة خاصة هنا بلاد المهجر الاكل من برا، ترى اكل عندك بيتك احسن لك، اكل من برا ما تعرف هذا شلون ملوث شلون شكوبي وكذا وهذا شلون، خاصة هنا هاي المناطق شوية ترى الغسل الإنسان يغسل نفسه وايا أطهر وأنظف، وهذه يعني هذا العامل واللي يشتغل والهاي خاصة إذا أكون مثلا ما يغسل إيده زين وهاي، فهذا الاتش بايروري إحنا عندنا نسميه فيكو أورال يعني من النقاسة والكذا وهذه نتيجة لعدم الغسل وعدم هذه، فينتقل أثناء تهيئة الطعام والهاي. ممكن علاجه بدون دواء دكتور؟ هو تقريبا لو تجي على الاتش بايلوري هسه القاعدين تنقفها 70% 60% من الناس عندهم اتش بايلوري، بس ينشط امتى؟ ينشط امتى ما العوامل الاخرى المساعده الى هو يقوم يستفحل على المعده، مثلا حب مسكن يو مثلا اخذت فد كحول يو اخذت يو دخين يو كذا يو عصبي يو حموضه زايده يزود عليه. اما يعني ممكن ان يتعايش ويا الانسان ويا الاتش بايلوري، بس يتحين الفرصه ويستفحل ويسوي القرحه. الاتش بايلوري شنو هو الاتش بايلوري؟ الجرثومه. اي نعم الجرثومه المسببه للحموضه ولل زين. فعندنا العلاج انه مثل ما قلنا الاكل، تنظيم الاكل، عدم شرب الكحول، عدم تناول الكحول وال الأطعمة الدسمة كلش قوية، التوابل الزايدة مثلا فلفل زايد كذا هذين المخرجات والهذي هذين يسوون حموضة ويسوون أكثر يعني يخلي الإنسان سسبتبل أكثر للألسر، ويتجنب الأدوية مثل ما قلنا والأكل الحساسية عندك من عنده همات الهذي، ولا تكثر بالأكل وبعد وتكافح السمنة تخفف وزنك، ولا تأكل أكل إلا بوقته، وإذا عندك قرحة وهذه يحموضة هم تكافحها، وما تأكل إلا مو رأساً تأكل وتنام. هنا أنا ابني هم مهندس هم يسولف لي هم تعبان يجي يتعب مثلاً يداوم، وهنا الدوام من 9 للساعة 5 العصر ونوم يرجع ويتعشى وما يقول بس تعشيت رأساً نحلت وكذا وأنام، هذا خطأ. كن إنسان من يأكل يتالي نفس ساعتين زمان أكثر وبعدين يلا ينام، وما يرسل يعني فول معدته متروسة، وخاصة إذا السوائل أكثر تصير بها ريفلكس للمريء ويسبب حالة الريفلكس. فيأكل الإنسان من يأكل لا يشبع زايد، سوائل زايد همات ما يصير ويا الأكل، يو قبل الأكل بساعتين يو بعد الأكل بساعتين، والعشاء ماله يكون إذا عنده ريفلكس العشاء ماله يكون يصير خفيف، وما يأكل ورأسه ينام، ويتجنب القهوة والشاي يعني قبل النوم والهذي، لأنه القهوة والشاي يفتح الصمام اللي بين المريء وبين المعدة شوية يرخيه، هو والتدخين والكحول هذا يرخي هذا ويقوم تصعد الحموضة لفوق للمريء، وإذا صارت مزمنة مثل ما قلنا إحنا خطورة بها، وحتى يسبب نزوفات ويسبب حالات سرطان. العلاج حالة هذه بعدين هسه شوية في دقيقتين وإن شاء الله وهذه نختصر لأنه ما أخذنا كلام وطعنا كلام. العفو دكتور. هاين. سؤال فضل. هاين. تكميم المعدة يسألون بعض الناس تنصحون بها أو لا؟
شنو هاي تفميم المعنى ال يسمونه هذه شو يسمونه موقع يعني تصغير المعنى تصغير المعنى إيه نعم هاي كل زينة الحالات اللي السمنة المفرطة إذا سمنة مفرطة زينة أما إذا سمنة مفرطة ماكو ماكو داعي ممكن أنت مثلا دايت الريجيم اللي تسوي فد ريجيم غذائي وتقدر تخفف وزنك بهاي الطريقة أحسن لك لأنه هبيها خطورة بالعملية زين وقسم من عدة ترجع الحالة فأنت ليش تدمر نفسك بالرزق وتخسر أكل أنت والأكل هم يضرك فأنت اقتصد بهذا مثلا زين فالعلاج مالته إحنا نقول PPI يسمونه بروتون بومب إنهبيتر اللي هو هذا إزومبرازول لنزوبرازول أوميبرازول هذين جماعة البرازول هذولا يتعالجون عادة هذين الأدوية تؤخذ قبل الريوق الصبح في نص ساعة أو 20 دقيقة قبل الريوق أو مرة أو مرتين باليوم ممكن قبل العشاء أو قبل الريوق وإذا حالة حموضة والحموضة مثلا زايدة تقدر تتناول الأنتي أسيد دايجيل المواد ضد الحموضة الشراب الأبيض اللي يصير هذه وبعد تكافح الاتش بايلوري إذا أكو اتش بايلوري عند المريض وهذه يكافحونه بالعلاج الثلاثي اللي هو يعطون PPI اللي احنا قلنا أمبرازول بنتابرازول هذه يعطونه ويا كلاريثروميسين ويعطونه ويا الميترونيدازول علاج ثلاثي لمدة أسبوعين وهالشكل يعني في مدة أسبوعين حتى يكافح الاتش بايلوري من تروح الاتش بايلوري إنه بتستعد الأمور المريض ممكن المريض إذا شافه عنده الأسيديتي دائما موجودة ومدة طويلة ومأذيته يعني يستعمل حتى مدى الحياة يستعمل إني PPI ومضادة للحموضة وبعد يسوي باريز بالأكل ويدير على نفسه يقطع الجيجاين ويقطع الألكول ويبتعد عن العصبية وعدم الأكل والنوم مثل ما قلنا ورفع السرير إذا عنده ثبت بأنه صار عنده بارد إسوفاجس وهذا عنده دائما يصير عنده رفلكس وصار له سنين ومن سوى الاندوسكوبي وقالوا له هذا عندك بارد إسوفاجس هذا يكون كلش يحتاط ويستعمل الأدوية مثل ما قلنا طول مدى الحياة وبعد ينام على مخدة عالية يعني أو مخدة عالية يقولون المخدة العالية شوية يقوم مثل اللي يحدد مثل رقبته هذه فيقولون لا نفس السرير يخلون جوا فد مكعب هيجي بحيث يعني ينام على شوية مرتفع السرير مرتفع مو هو راسه مرتفع المخدة لا يخلون جوا السرير مرتفع يصير السرير هالشكل فهذا قبل هذه وفد ساعتين قبل النوم ما يتأخر وسوائل قليلة بالليل لأنه السوائل يصير أكثر سيطرة عليها صعبة من واحد يأخذ في سوليد فود شوية أكثر يصير وحوامض بالليل هم هذه والحمد لله رب العالمين فإذا أكو أسئلة هم عفوا هم السيطرة على الحموضة يعني ممكن أن يأخذ مثل حليب أو أشياء ها الحليب شوية يسوي حموضة عند بعض الأشخاص لذولا عندهم لاكتيز انزيم شوية ديفيشينسي فهذا الحموضة مرات يسبب الحليب بس الحليب لا تكثر به لأنه يسوي حموضة أحيانا انتشر هنا خصوصا النيوتريشن اللي هي المكملات الغذائية يعني مغنيسيوم تصل على صيدلية الرف متروس تأخذ مغنيسيوم كالسيوم جين تشيا شغلات اللي هي الأنتي أوكسايد تصحون بهاي الأشياء يعني المكملات الغذائية الإنسان يعوض هل هي تعوض فعلا؟ هي تعوض هي مفيدة أنتي أوكسيد مفيدة بس شني ما أقصد يعني المسكنات لا طبعا المسكنات لا تأذي المعدة وتأذي الكلية ولها تأثيرات حتى على الدم مفيدة مو كلها بعضها تجارية وبعضها مغشوشة وبعضها بها زابق وبعضها هذه يعني أنت لازم تعرف يا شركة وشنو نوعيتها وتسأل الطبيب عنها وتأخذ الشيشة نفسها توديها للدكتور وتقرأها هنا أكو أدوية صينية وكلا وهذه صناعات شكل شو ما شان عندي باقي هذا هم لا تستعمل كل الدواء هم ما تلا باستشارة الطبيب يعني مثلا واحد عنده ضغط مثلا أكو أنت أوكسيدنت اسمه
كوكيو 10 هذا زين وممتاز وهاي، بس اكفد مريض صار عندنا يعني شفنا ضغط ماله يصحى شنو السبب اخذنا منه، بعدين جاب شيشه تبين على الكوكيو 10 هذا المساعد مال الغذاء وطلع هو سبب صحه دكتورنا الكريم. اوميجا 3 تنصح بها ان الانسان ياخذها بدون وصفه طبيب مثلا؟ اي نعم اي مفيده. الاخ هنا بس بالنسبه للضغط والسكر، ادويه الضغط والسكر لها سايد افكت؟ لا لا عاده ما زاد المعده المعده على المعده. نعم سؤال اخر. نعم دكتور، النومي حامض من يعني من نضوقه هو حامض محسبي يعني أسيدك، بس يقولون لما يدخل المعده يصير الكلاين، واذا صار الكلاين يعني عادل الحموضه اللي بالمعده. والله اكو صحه لهالحكي؟ والله يعني بالثيوري مثل ما يقولون نظريا اكو حكي هيك، بس يعني والله تجربتي الشخصيه وهذه اشوف لا النومي حامض ياثر على المعده شويه يؤذيها، اذا خاصه اذا زيدت بي، اذا قليل ما اشوف ان بي تاثير، بس اذا زيدت بي لا يؤذي، خاصه اذا سويت مثلا شربت من عنده فد كميه وشربت هوايه وين اكل وين هذه مرات يسوي ريفلكس. لا بالدم، هو اكو فد حكي بانه بالدم نتيجه لانه يروح على الكليه ويسوي كذا الافراز مالته يتحول الى، بس هو فايت يعني كأنت أكسيدنت فيتامين سي وكذا مفيد، ما أقول لك هذا، بس لحالة هذا عنده أسيديتي زايدة لا يأذي. السوائل تقصد بالسوائل يعني سوائل لبن شربت بيبسي، أما البيبسي أرجوكم البيبسي والكولا والهذي أصلا بتاعته أصلا ما فايدة ما بيها، بس شيء طعام واحنا تعودنا من طفولتنا نشرب هالكولا وهالهذي هذا كوكا كولا وهاي مو زين. المي يدخل ضمن السوائل ولا؟ اي نعم اي يعني حتى المي الزايد هم مو زين. اي المي الزايد انت اذا تريد تمنع الرفلكس عندك ساعتين قبل الاكل او بعد المعده ما متروسه ولا بعدك ما ماكل تشرب سوائل ماي اللي يعجبك، ومن ورا ساعتين شوية على الأقل تعطي مجال لمن يتصرف الأكل ونوم تشرب ماء. أكو مقولة عفوا كلما كثر معه قل دعوة. لا دعوة أي ما يخالف هذا، هاي تدري مو الشحالة يعني مثلا أنت يعني اللي عنده ريفلكس اللي تقصد لا أنت أنت بصورة عامة احنا إذا واحد ما عنده في شيء يعني لا تدري شني يعني ماي عندك بدنك من يصير ماي زايد؟ من يصير عندك بدنك ماي زايد راح يعني تركيبة بدنك الميتابوليزم التفاعلات الكيميائية مالتك وهذا تصير أروح مما أنت بدنك ناشف، خاصة بالنسبة للكبار السن. فالداء هنا مو على المعدة، المعدة تبتلي بالماي الزايد، الهضم مالتك يتخربط يصير دايوشن يصير تخفيف للإنزيمز ويبقى الأكل عندك مدة طويلة معدتك، وإنه بصير معدتك ثقيلة عليك وتصير بها مضاعفات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.